دلوقتي هنعمل مع بعض الفراخ المشوية. هتجيبوها بالعظم، هتجيبوها مسحبة، هتجيبوها مخلية، اللي انتوا عايزينه. والمهم التتبيلة. التتبيلة عبارة عن ايه بقى؟ صلصة طماطم او معجون طماطم، عليه ثوم مفروم، جنزبيل مبشور، كركم، بابريكا، ملح وفلفل، زيت، زعتر فريش او مجفف، وزبادي. بدل الزبادي ممكن لبن رايب، بس يعني افضل الزبادي. ومع الزبادي افضل اديله كمان عصرة ليمون. والجريل بسخنها قوي قوي هنا، وهحط عليها معلقة زيت اهي، وهسيب الزيت يسخن معاها، واتأكد بالفرشة ان انا مغطية الجريل كلها اهو. نيجي بقى هنا ونجهز التتبيلة. ادي الزبادي، ادي صلصة الطماطم، بابريكا، كركم، زعتر، ثوم مفروم، جنزبيل مفروم. عايزين تستخدموهم برضو بودرة مفيش مشكلة، اللي متوفر عندكم. عصرة ليمون، ومش هحط زيت بقى هنا لان انا حاطه زيت على الجريل، فيعني هو الزيت هنحطه مره واحده يا في التتبيله يا على الجريل. ونرجع هنا نقلب كويس قوي، وبعدين ناخد من التتبيله دي على الفراخ، ونتاكد ان احنا يعني غلفناها كويس جدا في التتبيله. وبعدين بقى هتشوها على النار، اوكي، هتشوها في الفرن ماشي الحال، على الفحم ماشي الحال، على النار وبعدين تعملوا لها فحمايه وعليها نقطتين من الزيت، اوكي، براحتكم خالص. ممكن جدا تدوها الشوك بس على النار وبعدين تحطوها في الفرن، كل حاجه هتنفع مفيش مشكله. بس في كل الحالات عايزه الاول النار عاليه جدا، اخد الشوك بتاعتي واقفل المسام عشان الفراخ ما تنشفش مني، وبعد كده اكمل سوى على نار هاديه ايا كان فين بقى. تمام قوي كده. طبعا المفروض اسيبها في التتبيله مده ما تقلش عن ساعتين عشان اخد احسن نتيجه، وبعدين اعتبروا ان احنا سيبناها ساعتين، واقوم منزلاها بسم الله هنا. وهو ده بالظبط الصوت اللي انا عايزه اسمعه. الجريل تكون سخنه جدا في الاول، وبعد كده ارجع اهدي النار بقى بعد ما اخد العلامات بتاعتي، واقفل المسام مظبوط، واخد اللون والطعم والريحه، وبعدين ابتدي ايه اهدي بقى النار واغطي عليها واسيبها تكمل سواها. طبعا كل ما الفراخ هتبقى صغيره كل ما النتيجه هتبقى احسن. هو ده اهو. الفراخ دي بقى هديها نقطة مية، نقطة بس عشان ما تنشفش.